برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستضيف العاصمة أبوظبي مسابقة المهارات العالمية أبوظبي 2017، وذلك خلال الفترة ما بين 15 حتى 18 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وعقدت اللجنة المنظمة للمسابقة صباح اليوم مؤتمراً صحفياً حضره سعادة مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك بهدف التعريف بأهمية هذه المسابقة. نحن لما نتكلم عن التعليم أول شيء، هو التعليم هو الركيزة الأساسية. نحن دائماً نستذكر كلمات القيادة الرشيدة وأهمية كذلك الاهتمام بالعنصر البشري. بالنسبة للتعليم الفني، الكل اليوم مدرك أهمية التعليم الفني. الدول اليوم الصناعية، لو أخذنا ألمانيا ودول أوروبية ودول آسيوية، أساس التعليم عندهم هو التعليم الفني. أساس اليوم بناء الصناعات هو التركيز على تعليم فني ناجح. ولهذا السبب في تأسيس مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني المهني، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كانت واضحة، أن التعليم الفني هو يكون خيار أول وليس خيار آخر للتعليم. نحن اليوم عدد طلابنا تجاوز 15,000 طالب وطالبة مواطنين، قبل 7 سنوات كان عددهم 2500، فنشوف القفزات اللي صارت في التعليم الفني. اليوم عندنا صناعات كثيرة موجودة في دولة الإمارات، في قطاع الغاز والنفط، في قطاع الطيران، في قطاع الطاقة، في القطارات. كل القطاعات هاي محتاجة إلى عنصر بشري مواطن مؤهل وقادر على القيام بعمله بالشروط المطلوبة بالنسبة للوظيفة. وجود المسابقة في أبوظبي راح تعطي فرصة للجميع اليوم للاطلاع على مستوى التكنولوجيا الموجودة، مستوى المتسابقين من أنحاء العالم. فدعوة للجميع كذلك أن يكون موجود، أن يكون مشارك، أن يدعي أبنائه للحضور كذلك لمشاهدة المتسابقين والمهارات الموجودة. وتضمن جدول أعمال المؤتمر عرض فيديو تعريفي عن أهمية المسابقة واستعراض مجموعة من الحقائق والأرقام الخاصة بها. وتدعم استضافة المسابقة أهداف خطة أبوظبي للتنويع الاقتصادي ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع وغير معتمد على النفط، كما وتسهم في زيادة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني ومجالاته التخصصية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وتتلاقى أهداف المسابقة مع استراتيجية دولة الإمارات الساعية في دعم الاستثمار بالرأس المال البشري.